عايز الرجاء ولا الزمالك؟ لا الرجاء اسهل طبعا، بس صعب صعب بعد هزيمته يعني. بس هو الرجاء كمستوى يمكن افضل، انا شايفه افضل من الوداد على المستوى الفني يعني. على المستوى الفني والاداء يعني، بس طبعا وصوله النهائي يبقى صعب يعني. لا الرجاء هيكون اسهل طبعا، مفيش شك. التوتر والقلق والحاجات دي، الضغوط اللي هتبقى اقل على لعيبه النادي الاهلي. اسهل من ناحيه انا شايف ان النادي الاهلي دلوقتي بقى نادي مرعب بصراحه يعني. ممكن كنت اوافقك الراي شويه في اواخر او اواخر فايلر، والاداء ما كانش كويس وبعض المشاكل، لكن في اعتقادي الشخصي بعد يعني اللي بيقول اللي بيخليني اقول الكلام ده، اداء الماتشين اللي فاتوا بجانب ادائنا في الدوري مع موسيماني، لا اعتقد النادي الاهلي ما هو اللي كلام حضرتك، هو يخوف اي حد بصراحه. كلام حضرتك، انا مخرج النادي الاهلي، انا انت احنا حاصرين لا انا بقول لك التقييم التقييم بين الرجاء وبين اللي انت حضرتك بتقوله ده طبعا كله تمام الحمد لله. بس انا لما حضرتك ما قلت لي السؤال، انا بفكر في الرجاء والزمالك ايهما هيكون